النهارده كانت الاستئناف الخاصة بالمتهم راجح وشركائه. احنا دورنا كمجني عليهم، احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على ما وصلنا اليه، لان ما قدمناش اي سبيل اخر سوى هذا. يعني النهارده احنا طالعين باقصى عقوبة من امام محكمة اول درجة فيما يتعلق بالثلاث متهمين الاوائل، فاعتقد ان النتيجة هي الحد الاقصى للعقوبة في القانون. اما تحفظنا على القانون وانه لابد من تغييره، فيعني دي مسألة نادينا بها كتير، لكن حاليا نحن نحترم القانون. الى ان يتغير هذا القانون سننادي بعملية التغيير، وسنكتب في هذا الى ان يتصدى مجلس الشعب لتعديل هذا القانون الذي لا يتجانس مع نبض الشارع المصري فيما يتعلق بعقوبة الحدث الجاني. أتمنى من ربنا يوفقنا ونحافظ على الحكم اللي احنا واخدينه من محكمة أول درجة. أتمنى ألا يكون هناك تأجيل من جانب المتهمين حتى تنتهي هذه الدرس. حضور والد الشهيد البجمة والله أنا كلمته امبارح على أساس إن هو يحضر، بس هو يعني فضل عدم الحضور يعني، ودي وجهة نظره.